حيري له باله عارفك غيري له حاله من يوم ما قابلتك انت خلي عقله دايما في حالة انبهار واحتل هواك مدينتي في حالة انبهار وبقيت في لحظة أميرتي احكي يا شهرة سام ايوه أميرتي أميرتي وعارفك Men, there are five dangerous women you must avoid. صدقني. I shall explain. منين ما تروح مكان. Number one. A woman surrounded by many men whom she calls her friends. هتلاقي أشواقي. She's a cheat and a pathological liar. في كل حتة تبان. Those men are your replacement. Avoid her. ورموشي محوطاك. Number two. A woman who wants you for your money and brings you no value. وعيوني عشقاك. She's a financial vampire and parasite. She'll ruin you. Avoid her. Number three, a woman who doesn't take instructions, corrections, and directions from you. She is an arrogant bastard. She will ruin you. Avoid her. Number four, an angry, bitter, unhappy woman who gives you no peace. Avoid her. Number five, a woman who constantly disrespects you. She doesn't belong in your life. Walk away from her. ومني يا حبيبي خد بالك وحبيبتي وام عيالك وما تسيبنيش ونعيش العمر انا وانتي بقولها لك بس انا وانت انا وانتي بحبك وعارفك فوق ما يجي حبيبي انا هفضل في خيالك العمر معاك ولو تتعب بإن انت أغلى وأولى خلي عقله دايما في حالة انبهار وكمان أولا احكي يا شهرزاد بحبك سنين في السر احكي يا شهرزاد وما حدش عارف احكي يا شهرزاد وأنا أدفع سنين تانيين وأحبك في العالم أنا مش عارف مالي قلبي ليلة وليلة عمال أفكر فيك قصة كل ليلة واللي مغير حالي قلبي ليلة وليلة كلمة قالت عنك قصة كل ليلة ولا بتغيب عن عيني في بالي صاحي وبحلم بيك ده انا لا هقول حبيتك ولا رح اقول بهواك بس حاسب لك قلبي يتكلم وياك وهو يقول لك كعلى انا حاسس من يوم لقاك دنيتي اتغيرت في كل حاجة من يوم ما شفتك مهما كان عني كلام دنيتي اتغيرت ليه بشوف الكل شكل من يوم لقاك وانا مش انا دنيتي اتغيرت حاسة اني نص
روح دقح لينا وإن النص التاني شكلك قولي للبداية أول الحكاية دنيا تتغيرت من يوم ما شفت عليك أنا قولي من البداية دنيا تتغيرت بالعنف في كل النكد الحالي اللي قارفنا من يوم لقاك وأنا مش أنا هنعيش نفسك نفسنا بدماغنا وعلى كيفنا دنيا تتغيرت من نظرة بالعنف في كل النكد الحالي اللي قارفنا ده حنينة أنا عايش نفسك نفسنا بدماغنا وعلى كيفنا وإن قفل البحر هنملى البانيو ونعمل